دارونا كانوا كويسين. يعني احنا لما تخرجنا من الجامعة جزء كبير جدا من اللي تخرجنا به من الجامعة ما لقيناه في الشارع في السوق، لكن دربونا الناس اللي قدامنا، ناس سبحان الله شعب عظيم ما في بخل ما بخل بمعلومة. يعني أنا من البنك الزراعي زمايلنا الأقدم مننا هم اللي علمونا تعمل كيف وبتين وليه وبيعتوا طريقة كويس. ما 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 هو النظر اللي درسناه، لكن النظر اللي درسناه بيهيأك لأنك تقدر تستقبل المعلومة اللي حتجيك في العمل عشان تبقى عملية. هنا في السعودية أنا مع إنه جيت السعودية كبير، يعني جيت 5 سنوات تقريبا، هاي مع انه استاذ ابراهيم طبعا هو اللي شكل وجداننا نحن ونحن اطفال. الكلام ده ما حيجيبه يا اخي، انت قريت محاد وانا قريت كليه بنات عام. ف اللي شفته هنا في السعوديه مختلف تماما عن القريب، مختلف تماما. انت انا دخلت كم دوره حاجة خيالية بتفتح آفاق كبيرة جدا في عقلك. نصيحتي للشباب إنه أدرس طول ما عندك العمر والزمن، أدرس طور نفسك، طور نفسك، ما تستكين، ما تركن للظروف والبيئة والناس اللي حوالينك. انطلق فتش. زمان إحنا ما كان عندنا جوجل ندخل فيه معلومة. محظوظين والله. أنا دكتور بابكر الشيخ ربنا يرحمه أداني بحث